حول الموضوع معي من دبي دكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عيسى. طبعا يعني لا نحتاج للحديث عن دور الإمارات وكون السباقة دائما بالاستراتيجيات، نتحدث طبعا عن استراتيجية أولى من نوعها في المنطقة وفي العالم. هل ممكن أن نتحدث أكثر عن كيف ستكون آلية تطبيقها على الأرض؟ ماذا يعني كيف سيتم هذا الارتقاء بالأداء الحكومي، تسريع الإنجاز، خلق بيئة عمل مبدعة وذات إنتاجية عالية؟ الو، مساء الخير دكتور عيسى، نحن على الهواء مباشرة. مساء النور، يا مرحبا، هلا، كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك. الحمد لله دكتور عيسى، هذه المبادرة اليوم نتحدث عن استراتيجية جديدة أولى في العالم، ماذا يمكن أن نفهم من حضرتك تفاصيل إضافية؟ كيف ستكون على الأرض؟ كيف ستكون مفيدة للجميع؟ الحقيقة طبعا مبادرة الذكاء الاصطناعي هي مبادرة فريدة من نوعها، لأن مستقبل العالم في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي طبعا بدون الدخول في فضاء الذكاء الاصطناعي سنتأخر عن العالم، لأن كل العالم بدأت تدخل جديا في استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، في المجالات الصناعية، في المجالات الطبية، في مجالات الطرق، في مجالات أي مجال، في مجالات التعليم، مع أنها لأن في روبوتات تتحكم فيها الذكاء الصناعي، حتى في الطب ممكن الكبسول واحد يبلعها الكبسول هذا، هو اصلا روبوت صغير وفي ذكاء صناعي يتحكم في هذا. نعم. الذكاء الصناعي برنامج ذكي يستطيع ان يطوع نفسه بناء على المعطيات اللي موجوده في اي مكان. نعم، نتحدث أساسي جدا. صحيح، يعني بعد حتى الحكومة الذكية نتحدث اليوم عن أنه تعتمد هذه الاستراتيجية الموجة الخدمات، ستعتمد عليها الخدمات، القطاعات، البنية التحتية المستقبلية. إلى أي درجة هو هذا الموضوع مهم ولكن في نفس الوقت له تحديات كثيرة دكتور عيسى؟ طبعا المدينة الذكية، المدينة الذكية يعني استخدام كل الأجهزة والروبوتات والذكاء الاصطناعي لتفعيل دور الخدمة المؤتمتة للشعب. طبعا الخدمة المؤتمتة للشعب أحيانا الخدمة المؤتمتة تحتاج إلى ذكاء اصطناعي لمعرفة العميل وتصرفات العميل، وبالتالي الرد الفعل بيكون حسب المعطيات الموجودة من قبل العميل. المدينة الذكية بدون الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون مستدامة، لأن المدينة الذكية نستخدم بعض الأجهزة فقط لخدمة الناس، أما لمعرفة تفاصيل أكثر حسب المعطيات هذا يحتاج إلى ذكاء اصطناعي، والذكاء الاصطناعي معنا هناك وظائف ستندثر وهناك وظائف ستستحدث بناء على المعطيات الذكية. أنا أتكلم الحين الذكاء الاصطناعي، لأن المستقبل في شيء اسمه الذكاء الإدراكي. الذكاء الاصطناعي يتعامل فقط مع أشياء روتينية، أما الذكاء الإدراكي اللي بعد 50 سنة أو 40 سنة الذكاء الإدراكي بيكون مثل ذكاء الإنسان، فبالتالي حتى يحس بالإنسان، يحس بالإحساس الرؤية وبالإحساس اللمس والذوق والشم، هذا بالمرحلة اللاحقة، يعني نحن ما قبل هذا المرحلة. ولكن هاي متطلبات أساسية للوصول لهذه المرحلة، بدون المتطلبات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن نصل إلى مدن ذكية مستدامة. يعني المدن الذكية المستدامة تحتاج إلى برامج الذكاء الاصطناعي، برامج النيورال نتوركس، برامج الفازي لوجيك، كل البرامج ذكية تتعامل مع العميل أو مع الجهاز أو مع إنسان أو مع أي شيء ثاني بطريقة تفاعلية وتغيير متغير مع المعطيات الموجودة. شكرا جزيلا لك من دبي دكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي. باقونا معكم مشاهدينا لنتابع بعد فاصل قصير. علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي.